والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. مكملين هناخد مثال تاني ان شاء الله بسرعه عن الموضوع بتاع البريك. ان السيريز اللي فات او الابيسود اللي فات اتكلمنا عن بريك مع الاوبجكت، المره دي هنتكلم عن بريك مع الاري يا جماعه. تمام اوكي، خلونا نعرف في الاول كده var بتساوي ديت الاري بتاعي، وانا هحط فيها مثلا ارقام، بس هقول له مثلا 11 22 33 40 55. تمام كده ديت الاري بتاعي. هعمل ايه انا؟ انا هستخدم جمله فور. اوكي تمام، وجوه بقى هبتدي اكتب الكونديشن بتاعي. جوه جمله فور انا عارف اني ممكن اكتب var i، يعني انا ممكن اعرف، واحنا عرفنا القصه دي، وممكن اكتب بشكل مباشر على طول i بتساوي. تمام ماشي، انا هخلي له في الاول الاكسبريشن الاولاني الانشلايز اكسبريشن او الانشال اكسبريشن اي الستارتنج بوينت بيكون عباره عن 0. اوكي تمام، الكونديشن بتاعي بيكون عباره عن ان اي تكون اجل من طول الاري. تمام اللي هي اي دوت اي دوت لينث، لما يكون يعني الكيب ان لوب دايما طالما ايه، طالما قيمه الاي ده اجل من طول الاري اللي هو الاري 1 2 3 4 5 فيها 5 10. اوكي وبعدين اعمل لي ايه، اعمل لي انكريمنت لقيمه الاي، زود لي قيمه، زود لي واحد على قيمه الاي. ماشي اوكي جاي، ما في اي مشكله. بعدين هنروح لو انا كنت عايز اقول له مثلا كونسول لوج، خلينا نقول مثلا كونسول دوت لوج مع ايه المثال اللي احنا كنا متعودين مثلا دايما نكتبه ونقول له ايه الاراي وايه مين العنصر اللي عليه الدور، ده اللي احنا كنا متعودين. فا ايه اي المشكله عن اكسبكتد، في حاجه غلط يا جماعه؟ دي الدوت المفروض دي فاصله من بطر. ماشي اوكي سيبكم، ده احنا متعودين ان الامر ده راح يكتب لك العناصر بتاع الاراي بتاعك كله. تمام كده جميل. مع جمله بريك بقى مع الاري، انت عارف ان بريك بتبريك اللوب. تمام يعني هو دايما هيعمل لي لوب، فهيدخل على العنصر اللي بعد منه. ها الاي ال 11 اكتب لك ال 11، الثاني ال 12، الاندكس 13 اسف ال 22 23 لغايه ما اوصل لاخر عنصر فين في الاري بتاعي. انا عايز اعمل ايه بريك للاري دي عند مثلا القيمه 33، فيجي بقى دور مين؟ يجي دور الموضوع بتاع البريك ده. فانا اعملها ازاي يا جماعه؟ انا برضو هستخدم نفس القصه، هستخدم الجمله بتاعت الشرط اف كونديشن، وهقول له فيها بقى هقول له والله بص لما يكون ايه؟ لما يكون الاري اللي فيها العنصر اي، يعني العنصر اللي عليه الدور ماله بقى ايكوال تو بيساوي مثلا القيمه 33، ايه اللي هيحصل؟ انت تبريك. ديت الفكره. يعني انت شوف العنصر عليه الدور مين، انت هتبدا من عنصر رقم صفر، من الاندكس اول حاجه بتكون عباره عن الاندكس اول عنصر لواحد، ابدا بالواحد، ابدا من الاي بتساوي 0، يعني ابدا بالاندكس 0 وحط لي القيمه. اول ما توصل عند الاي ايكوال تو 33 اعمل لي بريك وما تنفذش الكود، واطلع نفذ لي حاجه ثانيه خالص. انا هنزل تحت اقول له مثلا يا جماعه كونسول دوت لوك، انا همشي على نفس المفهوم اللي احنا كنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، برضه هقول ايه اي ام اوت او لوب، انا بره اللوب. تمام واعمل انتر، ابتدي بص هبدا بال 11 بعدين ال 22 بعدين عنصر بتاعتي لاجي ان هو بيحجج الشرط، فيعمل بريك. وبريك معناها ايه؟ اوقف هنا، ما تبصش على بقيه العناصر ال 44 وال 55، واطلع ايه بره اللوب، طلع بره اللوب بره جمله فور خالص، وهتلاقي ان في امر مكتوب كونسول دوت لوك، راح كتب لك الامر وايه وعمل ترمينيت للبرنامج ورجع لك الايه البوينتر على انديفايند، يعني انا جاهز اني استقبل منك مجموعه ثانيه من الاوامر. ده المثال مع مين؟ مع الاري. يا رب اكون واضح لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.